بقالي كتير واخد اجازه، بقالي كتير بسافر، بنزل المايه، بروح الصحراء. ابتديت احس ان انا طولت في الاجازه، طولت في الراحه. ابتديت احس ان انا مش مركز في كاريري، مش مركز ان انا اعمل فلوس، مش مركز ان انا ابقى على وضعي. من كده انا النهارده رجعت لكم بحلقه جديده من سلسله دكتور بلكاوي، عشان نتعلم ازاي نجيب فلوس، عشان نتعلم ازاي نوقع البنات، عشان نتعلم ازاي نحافظ على اناقتنا ووسامتنا، عشان نتعلم ازاي نبقى على وضعنا. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1000 faces. ينفعش هي تبقى متحكمة في الموضوع، تديك بالقطارة، انت اللي المفروض تديها بالقطارة. دايما تبقى عايزة تاكلك وانت اللي مش فاضي. انا اسف بس لازم حد يقولك. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. ولا تتعلم ضرايب ولا تتعلم استثمار ولا تتعلم فلوس. اكونت مبتدئ ضد اكونت محترف، تجربه تندر واقعيه. برضه نعرف ازاي نستعمل تندر مع مكاوي. زي ما انت شايف كده البنت دي مثلا بالنسبه لي شكلها كده بيقول لي انا مش عارف اتكلم ولا ايه اللي هو قاله ده. البنت دي بالنسبه لك ايه؟ ثانيه عايز اعمل حاجه. Who the fuck starts a conversation like that يا مكاوي؟ ايه اللي انت بتقول ده على الصبح؟ 4 ماتشات و26 لايك. البنت دي مش وحش، دي نعمل لها لايك. مكاوي هيروق عليك على طول. مثلا مكاوي لما بيقول لي هروق عليك، ما اعرفش ايه، بحسه بيمسكني من قفايا كده، بيمسكني من الحته دي كده ويشدني كده. هروق عليك يو، روق عليك، اقول لك ازاي تبقى على وضعك يو. هنعمل تجربه سريعه كده بين تندر محترف وتندر مبتدئ. نشوف الصور اللي بتتحط هنا والصور اللي بتتحط هنا والغلطات اللي بتعملوها على تندر وايه اللي مناكوا انكم يجي لكم نتائج. هوريكم في تندر المبتدئين ده معظم الغلطات اللي انا بشوفها بتجيلي في التدريب الاونلاين. التدريب الاونلاين ده بقى اكتر حاجه مريبه في الحياه. مكاوي مكاوي ارجوك قولي ازاي اعمل تندر محترف يا مكاوي. مكاوي ارجوك، انا حطيت صورتي على تندر وجالي زيرو ماتشز. ده كده خلينا نبص على تندر المبتدئين ده، بتبقى الصور حاجات ضحك زي ما انت شايف كده، صور غريبه مش عارف مين اللي مصوره. وعايز اقول لك الصوره بتاعتي دي رحمه شويه، الصور انا بشوفكم بتحطوها كوارث. احنا اسفين يا كينج، والله والله يا كينج بنتعلم منك. معظمكم حتى بيتصور سيلفي شبه دي، وانا حاططها النهارده بالطريقه اهو، وهنشوف النتائج مع بعض. الصوره دي جامده فشخ، الصوره دي انا هحطها بروفايل بيكتشر انستجرام دلوقتي. هو عامل حواجبه. كل اللي انت شايفه ده غلطات، تعالى اوريك ايه الصح. هنيجي بقى على تندر محترفين هنا. بص على الصور زي ما انت شايف، هو ده التندر التمام. انا لو بنت شفت الصوره دي هماتش على طول. تاني صوره بحط السلاح السري بتاعي على طول، لولي بتجيب دايما، بالذات لو بتضحك. لو هتتصور سيلفي دي هي السيلفي. بتشقط بالكلب، بتشقط بالكلب يا مكاوي. طب ذنب الكلب ده ايه؟ عامل ايه في حياته الكلب ده عشان يبقى اداه من ادواتك عشان تشقط بيها؟ ذنبه ايه الكلب ده جرجره معاك كده في بروفايلات تندر؟ ليه كان بريء زي ده يبقى اداه من ادوات مكاوي للشقط؟ ليه كان بريء زي ده اصلا عايش مع مكاوي؟ لو هتتصور سيلفي بقى يبقى زي ما قلت لك كده، فيها تريكه تشد العين. انا هنا الفلاش وفي حته حلوه. اوف ده متصور بفلاش، اوف ده فتح احلامي ده متصور بفلاش. طبعا صوره السكس باك ابس، صور هنا في المالديفز. ما بقولكش تصور في المالديفز، بتصور في حتت شياكه شويه، حتت بول، حتت بيتش. صور في حتت بول، حتت بيتش، فاهم كده؟ صور في حتت بول، صور في حتت شياكه كده، فاهم؟ صور في بانيو بيتكو بس فاهم، حتت شياكه. اظن شفت الفرق بين المحترف والمبتدئ. النهارده نقعد نعمل سوايبات ونشوف النتائج مع بعض ايه بعد 48 ساعه. كل اكونت خد سيشنين سوايب، عملت على كل واحد بوست عشان نسرع الموضوع شويه ونطلع قدام الناس بسرعه. اكونت البروفيشنال لحد دلوقتي جاله 4 ماتشات و26 لايك. اكونت المبتدئ جاله 2 ماتش و12 لايك. لا ده صوره الفلاش عامله شغل. مشكلتي مع مكاوي ان هو بيتعامل مع الجنس الاخر اكنه لعبه، اكنه لعبه لازم تجيب فيها هاي سكور. بيجمع بينزل يجمع كوينز، والموضوع مش كده خالص. يعني الواحد في الاول وفي الاخر عايز يلاقي شريك حياته المناسب ليه، اللي هيحبه هيبقى مستريح معاه. الهدف مش ان انت تجمع اكبر عدد من البنات. يعني عامل انا ايه في 26 ماتش؟ يعني كده انت جامد يعني، برافو برافو، انت افشخ واحد فينا مكاوي. الفيديو ده واخد مني مجهود قد كده، فاعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لسه ما اشتركتش. كل المجهود ده عشانك، روق عليا. كل اللي عليك تعمله انك تنزل مع حد من صحابك انت عارف ان هو عنده كاميرا حلوه او بيعرف يصور حلو. كلنا عندنا الصاحب ده، هتلاقي دايما صوره حلوه، صوره مختلفه عن الباقي. وتعزمه على حاجه بره، سواء اكل او شرب، قهوه يا عم، مش لازم حاجات فانسي، وتقول له صورني. تخيل تبقى مكلم واحد صاحبك تقول له انا عايز اعزمك على حاجه النهارده، تعالى نخرج، وهو يبقى مبسوط، فاكرك بتحبه وفاكرك اخوه بجد، وانت من جواك
عايزه يصورك، انت عايزه يصورك صور احترافيه عشان تصور بيها على تندر. تخيل اصلا تنزل مع واحد صاحبك وتعزمه على الاكل مخصوص عشان يصورك صور احترافيه تصور بيها على تندر. مهما حصل ما تتصورش الصور دي، مع انها زي ما انت شايف جابت نتائج. عشان انا مصور بحاول اقلدكم، بس انا مهما قلدتكم بطلع برضو كواليتي احلى. مش حاتين يا وساخ يا معفنين، تصوروا صور مش احترافيه مش على وضعها. نعم انا حاولت اقلدكم بس ما عرفتش، يعني ما عرفتش اوصل لمستوى الحقاره بتاعتكم دي. حاولت يعني، حاولت ابقى عشوائي زيكم بس انا متكاوي يعني، ما عرفتش فطلعت احسن برضو. فللاسف يعني شقطت غصب عني والله. انا كان قصدي اعمل بروفايل كده يعني اي كلام، بس يعني وشي فيه اعمل ايه؟ بس مهما طلعت شبه انا بطلعها بكواليتي حلو برضو. ده كده تصوير انا بقصد ان هو يبان وحش. بتصور في الاسانسير بس برضو الاضاءه حلوه عندي في الاسانسير، وبتصور سيلفي ومعظم السيلفيهات يا ريت تطلع كده شكلها يضحك. انتوا ما بتطلعوش شكلها يضحك، شكلها يخض يعني. حتى لما انت حاولت تصور سيلفيهات وحشه كانت بتضحك. لكن احنا بنخض، احنا مين؟ احنا ولا حاجه، احنا ولا حاجه قدامك يا مكاوي. كينج والله. انت جبت الماتشات عشان تدفع بروموشن يا اسطى، كنت بتطلع للناس غصب، بيشوفوك غصب عنهم. هي بقى نيجي للاكونت المحترف. تعال بقى اقول لك تستعمل تندر من غير ما تضيع وقت ازاي. انا بكل بساطه عايز اشترك قدامكم هنا في تندر جولد. كفايه فلوس اقضي وقتي سوايب، ده تضييع وقت. ببساطه يا سيدي بخش اشوف مين اللي عمل لي لايك وانقي اعمل مع مين ماتش. ومش بس كده، انا هستنى كمان هي اللي تكلمني عشان لما انا شاوي هي تجيلي من غير ما اتكلم. هي تجيلي من غير ما افكر، من غير ما اتعب في اي مكان انا عايزه. الجو حر هنا يا جماعه، ولا ده متكاوي ولا ايه؟ ولا انا مش فاهم. انا ما عنديش وقت يا ماما، انا اشتغل واعمل فلوس بس واجيب تندر جولد تندر بريميوم، شوف مين اللي يعجبني واعمل له ماتش وما اخشش اتكلم. لا انا شاور بس كده، شاور بس كده تجيلي على طول. انت مين يا اسطى؟ انت ليه بتعمل كده؟ بليز جيت هيلب. انا وقتي ان انا اعمل فلوس وبالفلوس دي ادفع كلام فارغ 18 درهم يعني تقريبا 100 جنيه 150 جنيه. ما ينفعش تقعد تضيع وقتك انك تسوايب وتدي البنات فاليديشن. زي ما انت شايف كده البنت دي مثلا بالنسبه لي حاسسها فيك، مش عايز شوف اللي بعده. طبعا الكلام ده انتوا عارفين ان هي شكلها كده مش عايزين. ماليش في الاسيويين، مش عايزين. البنت دي مش شغال. دخلنا تاني في الشغل الاسيوي. البنت دي منا دي شمال، دي شرق اسيا. مانيش انا في شرق اسيا. انت بتسبس يا اسطى، بتعمل ايه؟ بكرر كل اللي انت شفته ده. اكونتين على تندر انا عاملهم اول امبارح. هعمل بقى اكونت شخصي ليا دلوقتي، اكونت باسمي، واوريكم كمان شهرين مثلا، كمان 3 شهور. ازرع بقى الارض دي واشوف بقى تحصد بقى امتى. شبكه بقى، احنا نعمل شبكه، نعمل 10 اكونتات، 10 اكونتات احترافيه، ونسيبهم بقى شهرين كده في برطمانات مخلل، ونرجع بقى نشوفهم كمان 3 شهور كده. يكونوا بقى خللوا كده وحلووا، طلعوا محصول بقى، يكونوا طلعوا محصول كده، ونحصد بقى، ننزل نحصد. ده فيديو اسمه 3 خطوات لتغيير حياتك بشكل كامل. هو ده اللي انا محتاجه، تغير حياتي بالشكل الكامل. طول ما انت عمال تعك كل ما انت بتخلص الدروس انت المفروض تتعلمها. مين اللي عدت دي؟ مين الاخت؟ كان دي واحده مثلا متكوشه قطها، وبعدين خلص بقى قال لها يلا قومي روحي، عندي دلوقتي فيديو على وضعه لازم اصوره. عشان القهوه بتاعت نص اليوم دي. رمضان كان عذاب يا جدعان. رمضان كان عذاب يا جدعان. انت قصدك يعني، انت قصدك يعني ان يوم جديد اوتيل جديد. ايه يوم جديد اوتيل جديد؟ ايه انت كل يوم اوتيل ولا ايه؟ ازاي تتاكد وتخلي 2024 اعظم سنه في حياتك؟ النهارده هقول لك. طب ايه علاقه الفندق بالموضوع ده اعلان شركه تشطيبات يعني؟ اوض جامد، الدش لذيذ، الفوطه شكلها رايقه، والله اللوح لذيذه. ايه بقى ده؟ ايه ده؟ مين دي؟ الناس بتبقى فاكره ان لازم كل حياتها دلوقتي تبقى مليانه وينز، بس لازم عشان يحس انه ناجح لازم النجاحات تيجي دلوقتي. ما الصورتين دول الوينز يعني؟ ده النجاح يعني؟ ده شكل النجاح يعني؟ ده شكل سبسكرايبرز مكاوي يعني؟ طول ما انت عمال تعك كل ما انت بتخلص الدروس انت المفروض تتعلم، كل ما انت بتخلص الغلطات اول. البنت دي عامله زي الفيديوهات بتاعت عبد العاطي اللي على تيك توك، اللي هو جي تي اي اللي تحت، او فيديوهات ماريو اللي شغاله دي، عماله تلف في الاوضه عامله ديستراكشن. ربع مثلا عدى من 2024 انك ما عملتش فلوس، انك كده ماشي غلط. بالعكس انت لو ماشي غلط انا عايز اقول لك انت ماشي صح. وليه ده شبه حد من صحابي الجيمرز بؤساء؟ بحب قوي لما يجي يجيب فوتج لحد مثلا مش ناجح فيجيب واحد بيعيط، او يحب يجيب فوتج لواحد مبسوط فيجيبه ماسك فلوس كتير وبيضحك. فانا عايزك تعيش غلطات اسبوع من الشخص العادي في يوم واحد من بتاعك، فانت بتبقى سابقه بسبعه لايف تايم، عمال تغلط غلطات سبع حيوات من بتوعه، فتوصل للنجاح في العيشه اللي انت عايشها اكتر من اللي هو عاش 700 سنه. ايه الحسبه الغريبه دي؟ 7 غلطات في اليوم، الشهر فيه 30 يوم، يعني في السنه ابقى غلطت لي
2520 غلطة تانية. هو ليه الغلطات بقت تارجت دلوقتي؟ ليه بقى في تارجت ان انا اغلط؟ هو انت كل حاجة كده كل حاجة سكور؟ عملت شد الغلطات بتاعت النهاردة وبكرة وبعد والاسبوع الجاي كلها النهاردة، فتوصل النجاح قبله بسبع مرات. ميتقل بس غلطات ايه اللي الاسبوع اللي بعده غلطة النهاردة؟ بالراحة عليا والنبي بالراحة عليا. اغلط اكتر عبك اكتر هتعرف توصل للنجاح اصلا. متش ندمان على اي حاجة ما عملتهاش. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. هغلط النهارده جامد قوي. هغلط. طيب ماشي، ممكن النهارده مثلا اصحى بالليل، ادي غلطه. اكل كتير غلطه ثانيه. ممكن اصرف فلوس في حاجه ما لهاش لازمه. ممكن يا اسطى سبع غلطات كتير قوي يا اسطى. تاني حاجة عايزك تركز ان الحاجة اللي انت بتعملها يا تخدم فلوسك يا تخدم مصلحتك يا تخدم الهدف اللي انت حاطه لقدام فقط. اي هلك تقطعه، خروجاتك مع العيلة والمناسبات والهلك ده تقطعه. ابوك وامك بقى والهري ده فكك منه خالص. اخواتك بقى وقرايبك والكلام الفاضي ده ما عندناش وقت، احنا عايزين نعمل فلوس. صحابك لو مش هتستفيد منها بأي حاجة، لو مش هتتطوروا وتكلموا في المستقبل اقطعها. صحابك بقى والعبط ده لو مش تنزل تتكلم معاهم في الاقتصاد والبيت وين يبقى بلاها بقى، بلاها اقعد بقى في البيت اعمل فلوس احسن. اي حاجه ما بتجيبلكش فلوس وما بتخدمش الهدف اللي انت ماشي فيه فكك منها. انت صاحي انت بتقول لي غباء غباء، ما بتقولش حاجه غير غباء. غلط غلط غلط، كلامه غلط. لازم الواحد يوازن بين شغله واصحابه، يوازن بين شغله واهله، عشان يعرف يعمل شغله كويس، يعني عشان نفسيته تبقى تمام، عشان ما يبقاش مكنه. الحياه مش كلها فلوس، مش كلها شغل. اشتغل ركز في كاريرك، هتيجي على اهلك واصحابك اوقات، بس انت هتحتاجهم عشان اصلا تعرف تكمل شغلك، عشان تعرف تعمل شغلك صح، عشان تبقى متزن نفسيا ان انت تعرف تشتغل. حتى الانبساط عايزك تنبسط لنفسك عشان تريتشارج وترجع للشغل تاني. في بنت عماله تطلع في نص الكادر كده، عامله زي العيال اللي بيتصوروا مع بنت ويقوموا عاملين لها كروب بس يبينوا حته من شعرها. خلاص يا عم، عرف ان انت ما جامد، عرف ان انت معاك حريم، اللي هو معاك حريم مش معاك بنت، اللي هو معاك حريم. انت حريم يا اسطى، انت جامد. اوريك اوتفيت النهارده، احلى قميص عندي، قميص الابيض، حته البنطلون الاستريتش بتاعنا، والشوز الكونفرس اللي انا بموت فيها، طبعا القفيله بتاعتنا، حزام الميك لينك، ايه ده؟ حزام ازرق سلاش فضي 2385. هي دي الفلوس اللي انت بتعملها يا اسطى؟ يعني ماشي يا عم، الله يسهلك، ربنا يرزقك. ملوش حل، حزام هيخلي اي طقم عندك على وضعه. الكومبينيشن ده بيجيب لي مجاملات يمين وشمال. الحزام ده على وضعه، عايز تجيب بنات وفلوس البس الحزام ده، هيخليك على وضعك. لازم تجربه صدقني، ادعي لي، ولو اشتريت اكتر من واحد هشحنه لك ببلاش. روى عليا روى عليك. يا عم بقى كفايه دلع بقى، كفايه بقى يا اسطى. لسه انت اخويا الكبير بجد بجد بجد، انت قدوتي. بدك تخلي بالك ان الموضوع مش بمزاجك، عايزك تفصل الشغل عن اللي انت حاسه. يوم صحيت زعلان، يوم صحيت مش مبسوط، يوم صحيت مش طالبه معاك، كده هتشتغل. يا اسطى مش قادر يا اسطى اشتغل يا اسطى، تعبان مكتئب، انا مكتئب متكاوي مش قادر. الفرق بين الناجح والفاشل ان الناجح بيشتغل ايا كانت الظروف، ايا كانت هو حاسس بايه. حاضر يا اسطى، حاضر هدوس على نفسي وعلى احسيسي واشتغل. حاضر هعمل 100,000 اكونت تندر، وهخش البورصه، وهتداول، هنزل، حاضر هنزل اشتري الحزام بتاعك من لينك. سن المراهقه كيف تتغلب على اصعب 3 كوارث؟ ولا تتعلم ضرايب، ولا تتعلم استثمار، ولا تتعلم فلوس. ولا تتعلم ضرايب، ولا تتعلم استثمار. بتعمل ايه في حياتك يا ابني؟ قوم اجري اتعلم ضرايب بسرعه. انت بتعمل ايه؟ احنا فين النهارده؟ احنا في كافيه عادي، مش في اوتيل ولا حاجه. هلو، هاو ار يو؟ كان اي جيت ان ايس سبانيش لاتيه بليز اند ميك ات ديكاف. هو بيظبط الكاميرا قبل ما يصور. هالو، هاو ار يو؟ كان اي جيت ان ايس سبانيش لاتيه بليز اند ميك ات ديكاف. هو انت بس بتتكلم كده بجد؟ يعني لو قعدت مثلا مع اجانب بتتكلم معاهم كده ما بتتكسفش؟ طيب ما بتحسش انت غريب او حاجه؟ هو ايه مونتاج عمرو الهادي ده؟ ايه الجامد في التشيز كيك عشان تحط عليها هاوس ميوزك بالطريقه دي؟ والنهارده اليوم الاوف المفروض، بس برضه اتعودت اخليهم يكتبوا لي كل حاجه. ايس كيوب 150 جرام، تفرق دي بقى في الدايت، دي بقى دي مهمه. دي من اكبر الكوارث اللي هعلمها لك وانت صغير، انك تتفادى لا، انك تخاف من الرفض. وانا هو قدامك بكامل طاقتي وكامل قواي العقليه بقول لك انت مفروض تطارد لا. هو ليه متكاوي بقى كل نصايحه كده، اللي هو تنزل تغلط 7 غلطات في اليوم، تنزل تطارد اللا، طبعا خلاص حاسس ان الفولورز بتوعه بيفشلوا بيستفيدوش اي حاجه، فقرر يجمل لهم الفشل. اللي هو طبيعي ان انت تفشل، الفشل بدايه الصعود. ايه يعني لما يتقال لك لا؟ انت بتقال لك لا مره واحده بس في اليوم.
انت عبيط يا ابني، المفروض يتقال لك 7 مرات لا، المفروض تتهزق، المفروض تطرد بره اي مكان انت فيه. انا عندي تحدي كده بسميه تحدي 30 يوم لا، كل يوم معرض نفسي لموقف انا متاكد ان انا هاخد فيه لا، هاخد فيه في وشي. تحدي 30 يوم لا وسبع غلطات في اليوم، حلو قوي كده، كده بقى انا اعرف احط رجلي على طريق الفشل. خمس علامات تقول لك ان البنت هي المسيطره في العلاقه، ما تبقاش خروف. مين ده يا اسطى الخروف؟ مين ده اللي مسيطر؟ احنا رجاله يا اسطى. النهارده ممكن ايه، خمس علامات لو البنت بتعملها تبقى هي اللي مسيطره في العلاقه. انت يا مؤاخذه ما تنفعش ما تنفعش ما تنفعش ما تنفعش. راجل هو الالفا، الست هي البيت، واحد بيقول الكلام التاني بيسمعه. الراجل هو الراجل، الست هي الست، الراجل هو اللي يقول الكلام، الست تسمعه. كلام واضح معروف، حاجه معروفه جدا يا مستر مكاو. معظم المشاكل بتحصل في العلاقه لما الديناميك ده يتغير. اول علامه تبين لك ان البنت متحكمه في العلاقه وهي انك تلاقي نفسك ما بتشوفش اصحابك، ما بتخرجش غير معاها. هتلاقي كده عدى شهور وانت مش حاسس، ايه ده انا ما بشوفش العيال ليه؟ عيب عليك يا مكاوي، انا راجل قاعد على القهوه مش فاضي الحاجات البنات دي. الرجاله بتخليك اقوى، بتخليك اشرس. القعده مع الست هتخليك انثوي، هتلاقي نفسك بقيت تتمايز زيها، هتلاقي نفسك بقيت تاكل اكلها، هتلاقي نفسك بقى بتتمايز شويه شويه، تروح تعمل ضوافرك شويه شويه، تروح تعمل حواجبك. قاعده مع بنات ايه وبتاع ايه يا عم، حاجه جاي قوي، انا اروح اقعد مع الرجاله على القهوه. تيجي هنا لتاني علامه، تلاقيكوا دايما وانتوا بتمشوا في الشارع هي ماشيه سنه قبليك، هي اللي سابقه. البنت ما ينفعش تاخد الكوماند، البنت ما ينفعش هي اللي تسوق، اللي بيتحط قدام هو اللي سايق. انت بتقول ايه يا اسطى؟ انا بربطها بسلسله وجرجرها ورايا، انا بخليها تزحف على الارض. عيب عليك يا عم. البنت دايما ماشيه وراك سنه، انت ماسك ايديها وبتاخدها في السكه اللي انت ماشي فيها. اطمني يا حبيبتي انت معايا. لما تلاقيك ماشي قدامها تطمن فشخ بقى، اللي هو ماشي قدامي بخطوه، انا كده في امان، انا كده في السيف زون. وهنا نيجي لتالت حاجه، ودي برده مع حوار المشي ده، لما بتمسكوا ايد بعض ايديها دايما هي اللي فوق، وفي الغالب الحاجتين بيحصلوا مع بعض. هتلاقيها ماشيه قدامك وايديها فوق ايدك. هنا البنت بتقولك انا مش مطمنه وش، انا عايز ابقى البروتكتور، انا اللي هحميك ما تقلقش. ودي كارثه. الموضوع ممكن يبان رومانتك، بس انت هنا الطرف المستضعف في العلاقه. غلط، انت لازم تفرض سيطرتك، انت اللي ايدك تمسك من فوق، انت اللي تسوق، انت اللي تبقى قدام. طب افرض كنا ماسكين ايد بعض كده مشبكين كده، دي بقى ايه؟ مين اللي مسيطر في العلاقه دي؟ ما تلاقيها دايما بتقطع كلامك، ما بتخلكش تخلص الجمله. هنا لازم تبقى عارف انها مش محترمه رايك. مش ايه ده؟ هو انت وانتوا بتخليهم يتكلموا اصلا؟ وانت بتخليها تفتح بقها اصلا؟ تكلم كده عندها لسان يعني؟ انت بتقول ايه يا عم؟ خامس علامه، وده بقى للمتجوزين حبايبي، حاجه كده بلس 18 شويه، بس معلش لازم اقولها ما تزعلش مني. لما تلاقي ست هي اللي متحكمه في السكس، هنا طبيعي ان البنت تبقى 24 ساعه عايزه تاكلك، انت اللي بتقول اه ولا لا، مش فاضي دلوقتي ورايا شغل، معلش خليها بكره. البنت هي اللي عايزه تاكلك، انت اللي تقول انا ممكن اتاكل دلوقتي ولا لا. ما ينفعش هي تبقى متحكمه في الموضوع، تديك بالقطاره، انت اللي المفروض تديها بالقطاره، دايما تبقى عايزه تاكلك وانت اللي مش فاضي. ايه تعبيطه؟ انا اسف، مفيش اكل النهارده، محرومه من الاكل النهارده. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. عايز اقول في النهايه، اشتغلوا، اتعبوا جامد، بس زي ما بتشتغلوا تدوا الشغل والفلوس حقها، ادوا اهلكوا حقها حقهم، ادوا اصحابكم حقهم، عشان لو معاك فلوس ومعاكش اهل ولا اصحاب هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني بالفلوس؟ اشتغلوا على شكلكم، اشتغلوا على جسمكم، دوروا على شريك حياتكم، بس ما يبقاش ده هدفكم، ما يبقاش ده سكور تارجت لازم تحققوه وبس كده. مش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم تاني فيديو جديد قريب، و باي باي.